ليا بعد ما جابوه من المستشفى. فتح لي عينه جوه فوق، فتح لي عينه. قلت له انت نايم يا حدا على المرتبه الجديده يا حدا، ده اول يوم في الهدوء يا حوز، كنت بفضى لك ليك انت يا ابني نايم عليا يا اخويا. انت اللي هي بتتفرش لك مستشفى، افرش يا دينا السرير اللي هي يا اخي انا تعبت افرش انت بتفرش لعمك يا دينا. نمت عليا يا حدا، راح مفتح لي عيني الاثنين حتى خدت وقف حنكي كده وبقيت انفض. راح الحق اخويا، يمكن اخويا في الروح، راح فكيكا ده احسن ابني، وكان في التحقيق دلوقتي لسه جايين واخد بالك. وبعد كده بقى بقت ابني وابوه وكلهم، وانا بقى هو فتح عينه او فتح عينه ليا بعد ما جابوه من المستشفى. فتح لي عينه جوه فوقت، فتح لي عينه. قلت له انت نايم يا حدا على المرتبه الجديده يا حدا، ده اول يوم في الهدوء يا حوز، كنت بفضى لك ليك انت يا ابني نايم عليا يا اخويا. انت اللي هي بتتفرش لك مستشفى، افرشي يا دينا السرير اللي هي يا اخي انا تعبت افرشي انت بتفرشي لعمك يا دينا. نمت عليا حدا، راح مفتح لي عيني الاثنين حتى خدت وقف حنكي كده وبقيت انفخ. اقول له يمكن لسه في روح، انا اديله روح من عندي وروح حنكي هو وهو يخف، هو يقوم لاولاده، هو يقوم لاولاده وشباب، هو يقوم لاولاده. وكان بيبرني انا وابوه، انا وابوه يرد ابوه ويبرني يدي لابوه، ما يخلينيش اشوف هو بيسعد ابوه. اللي بيبر ابوه وابوه هو محمود، محمود ابن مديحه ابن معروف حبيب قلب ابوه. دنايا دنايا رحمني خلاص علي العواطف منه العرض، وولاده في مدرسه خاصه في مصطفى كامل مش عارفه اسمها ايه. يا بنت ربنا يرحمه يا بنت يا والده، مدرسه ياسين اسمها ايه؟ الأميرة فايزة. بس هو كان عاوز إن ولاده برضه يطلعوا متعلمين. أيوه. آه. ده هو نفسه ياسين يطلع مجدي مجدي يعقوب القادم اللي هو بتاع الآن. كل المدارس في المدرسة يقولوا له كده، مجدي يعقوب القادم. كل المدارس بيقولوا له في المدرسة يقولوا له كده. وياسين عايز يطلع محامي ملك، محامي زي أبوه. محامي اللي في سنة تالتة ابتدائي. بقول انا خيرت ابقى ظابط، انا هبقى محامي زي بابا عشان انا بحب المكتب مع بابا. خلاص ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. انا عايزه بس حقيقة دلوقتي ارفع ولادي يا ابني تيابتين، ولادي يا ابني تيابتين، ولادي يا ابني تيابتين. واحنا احوالنا هنا شارع الفردوس متفرع من الزهور رقم 18 اللي هو بيتنا، وانا مديحه محمود ابراهيم.